السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي قناة كيوتك ورح اشرح اليوم كيفية فورمات الكمبيوتر خطوة بخطوة، بدءا من تنزيل نظام ويندوز من احدث نظام ويندوز من الموقع الرسمي وتسطيبه على فلاشة، يعني حرق ويندوز على فلاشة وعمل فلاشة اقلاعية، لاخر مرحلة من مراحل الفورمات. اذا كنت اول مرة بتشوف قناة كيوتك اشترك بالقناة ولا تنسى اللايك وخلينا نبدأ. بداية رابط البرنامج اللي راح استخدمه بالشرح راح يكون اسفل الفيديو، والرابط كمان تحميل نظام ويندوز راح يكون ايضا اسفل الفيديو. بتدخل على جوجل، مجرد انه تكتب RU راح يطلع لك الاسم روفوس، تدخل داونلود الموقع بالعربي ومتوفر نسخ بالعربي بالاهم من هالبرنامج، بتحمله من هون. تحميله بسيط جدا، هلأ البرنامج صار عندك. داونلود تول ويندوز 10، ندخل على موقع مايكروسوفت، داونلود تول ناو، مشان هي هلأ بنحمل الأداة اللي بتتيح إلنا تنزيل نظام ويندوز على الكمبيوتر. لكن إحنا هاي الأداة بحد ذاتها يعني هي عبارة عن أداة بتنزل لك أحدث نظام من أنظمة ويندوز، على انت بتنزله بتثبته عندك على صيغة ايزو وبعدين بتحرق الايزو على الفلاشة مثل ما راح نشوف مع بعض. يعني بتنزل لك هاي الاداة ويندوز كامل مضغوط عبارة عن ملف واحد. بالبرنامج الثاني اللي حملناه اول شيء طبعا بنحرق هالبرنامج، بنحرق هالملف على الفلاشة مشان يصير عندنا فلاشة بتقدر تفرمت عليها الاجهزة. بنستنى لتفتح الاداة، نعطي إنشاء وسائط تثبيت التحتينية التالي، بعدين من هون فينا نحدد اللغة، لغة السيستم اللي راح ننزله. الفلاشي بدك انت فلاش ويندوز 10، بدك هي عربي انجليزي، بتحدد من هون بتحدد أي كم بت، 64 بت او 32 بت. انا طبعا بحالتي راح حدد 2 لانه بحكم انه بيشتغل لزبائن وهيك شيء فبيلزمني الطرفين. بحدد ملف ايزو، بعدين مجرد ان تضغط التالي بيقول لك حدد موقع اللي راح تحفظ فيه هالملف هذا. راح حدد سطح المكتب حفظ، وبنتركه هلا. بيستغرق وقت لحتى تنزل لحتى ينزل نظام ويندوز، بيستغرق شويه وقت. انا بما اني حددت كلاهما يعني 32 بت و 64 بت فراح يكون النظام ضخم نوعا ما، حجمه راح يكون كبير، يعني راح يكون 8 جيجا بايت او اكثر، فلذلك راح يطول زياده. لكن انت فيك تحدد فقط 64 بت هو النظام الشائع، يعني هو اللي بيشغل كل شيء. اذا انت ما راح تعمل فلاش تفرمته مشان الشغل بالمحل ما بيلزم غير 64 بت. اذا بدك فلاش تفرمته تشتغل فيها بالبيت عندك للكمبيوتر تبعك واللابتوب، نتركه حتى يخلص. هون انا سرعت الفيديو، هون البرنامج صار عنا جاهز وملف الايزو اللي حملناه من الانترنت صار عنا جاهز. نفتح البرنامج، هاي الرسالة ما بتهمك مشان تحديث وما تحديث، مجرد انه تشغل البرنامج بيحط لك فوق الفلاش اللي انت موصله بالكمبيوتر. انا موصل الفلاش 8 جيجا بايت. بعدين بتضغط على اختر، تختار صورة الايزو اللي انت حملتها، انا حملتها وحفظتها على سطح المكتب فبحدد له اياها ملف الايزو والويندوز على سطح المكتب. بتخلي كل شيء على حاله مشان موضوع MBR و GPT. عملت فيديو كامل مخصص لهالموضوع هذا، ترك راح اترك لكم الرابط اسفل هالفيديو هذا. هاي مجرد تسميه، بتحط اي اسم للفلاشه، حط مثلا ويندوز 10 وباقي الاعدادات مثل ما قلت لكم خلوا كل شيء على حاله، وموضوع GPT وMBR تترك كل شيء على حاله مشان تتعمق بموضوع GPT وMBR، او اذا واجهتك مشكله GPT او MBR مثل ما قلت لكم في فيديو عملته مفصل عن هالموضوع هذا هو اسفل بصندوق الوصف تبع هالفيديو هذا. تعطي ابدا بعدين موافق، انا اعطيته ابدا هون ظهرت لي هالمشكله، ومنيح انه ظهرت هالمشكله هلا مشان انتم تشوفوا، لانه انا الفلاش اللي موصله 8 جيجا بايت والنظام اللي حملته مثل ما شفتوا انا حملت ويندوز 32 بت و 64 بت كلاهما حد، فلذلك النظام صار كبير وصار لازم اوصل فلاشه 8 16 جيجا بايت، فاستبدلت فلاشه 8 جيجا بايت ب 16 جيجا بايت.
وراح كمل الخطوات. ابدأ راح يعطيك رسالة انه مفادها انه راح يمسح كل شيء من الفلاشة. انت اصلا انت جهزت هالفلاشة عشان تعمله فلاشة خاصة بالفورمات فما بيهمك اكيد، تعطي موافق راح يمسح كل شيء من الفلاشة ويهيئ لك اياها مشان بالاخير تصير جاهزة عندك وتقدر تفرمت اي كمبيوتر واي لابتوب عليها. خطوات بسيطة جدا، حملنا نظام ويندوز على هيئة ملف ايزو حطيناه على سطح المكتب، حملنا برنامج روفوس. هالبرنامج هذا بمكننا انه نحرق هالنظام على الفلاشة، وبعدين فتحنا البرنامج حددنا من فوق تلقائيا الفلاشة اللي انت موصلة على الكمبيوتر، عطينا العدد الافتراضي وابدأ وبلش. هلأ عملت انا اعادة تشغيل ودخلت على البايوس، انا عندي وصل 3 هاردات والفلاشة، فما تفكروا انه الموضوع معقد لانه انا عندي واصل 3 هاردات عندي بالاضافة للفلاشة، عندي هون 4 اجهزة موصولة على الكمبيوتر. نحن هون بنحدد من هون اذا البايوس عندك مثل عندي، انا عندي مذر بورد اسوس، بترفع بس هاي بترفع لفوق اليو اف اي سان ديسك او بتكبس اف 8، ومن اف 8 بتحدد من وين بدك تأقلع. يعني مثلا هون كتبت كبس انا بوت مانا بوت مينو بوت مينو، بحدد له مثلا من هون يو اف اي سان ديسك، يعني هي الفلاشة سان ديسك يو اس بي هي الفلاشة، لكن يو اف اي هيدي خاصة بالاقلاع مشان برامج الاقلاعية او الفورمات، نحن بنعملين نظام مشان الفورمات. هون حط اللي 64 او 32 بت مثل ما انا عملتها، حددت له 64 بت حددت له وبلش عندي هون. بعتذر عن جودة الفيديو مانو منيح نوعا ما بحكم انه ما عندي بعض الاجهزة، في بعض الاجهزة لسه ما متوفرة عندي لذلك. هلأ هون تعطيه في اذا اشتريت نسخة ويندوز بتحط الكود هون، او اذا ما عندك تعطيه التالي تخطي بتفعله فيما بعد. حددت انا ويندوز 10 برو نسخة البرو، موافق التالي مخصص. هون بدك تعرف انت، هون بدك تعرف وين بدك تعمل، شو راح تعمل، وين راح تفرمت، شو راح تحذف. اقل غلط هون ممكن يطير لك ملفات، فلازم تكون انت على دراية باسماء الاقراص اللي عندك وتعرف انت وين بدك تنصب النظام. هون مثلا انا عندي مساحة فارغة هارد ديسك جديد 2 تيرا بايت، بكتب مثلا 900 وجنبه 3 صفار تانين، يعني 9 يعني 900,000 ميجا بايت، هون بيقرب بالميجا بايت. فانت كم جيجا بدك تعمل القرص مثلا هون اذا بدك تنشئ القرص، هون مرحلة التقسيم تمام. عندي 2 تيرا بايت بدي قسم الهارد، فانا بدي اعمله قسمين، اول قسم رح اعمله 700 جيجا بايت، فبكتب 700 وبعدين 3 اصفار لانه هون بالميجا بايت مو بالجيجا بايت بيحدد لك. حددت له هون انا 700,000 ميجا بايت، اعطيته تطبيق، صار عندي انا هون موافق، تعطيه موافق مرة تانية راح ينشئ قرص صغير. هذا لشي بده فيديو لوحده ما بيهمنا هلا. المساحة اللي ضلت عندي ضل عندي تقريبا 1180 جيجا بايت، بتركها على حال، انا ما بدي غير قرصين بالكمبيوتر لهذا الهارد، ما راح اسمه غير لقرصين. بدك مثلا تعمله 1 تيرا بايت تكتب 100,000 ميجا بايت بصير عندك 100 جيجا بايت وهكذا. هلا راح اترك انا كل شيء على حاله جديد، المساحه اللي ضلت عندي راح اعمل اضغط على تطبيق وانشئ القرص هون جديد تطبيق، صار عندي هارد ديسك، صار عندي 2 هارد ديسك من 2 قرصين بالهارد ديسك 2 تيرا بايت اللي عندي، بدي نصبه على 700 جيجا بايت على الهارد الاول، فبعطي التالي. وهلا راح يبلش معي تنزيل نظام ويندوز، راح اسرعه جدا انا هلا الفيديو عشان ما يطول عليكم كتير. بعد ما يخلص المراحل كلها راح تتركه لحتى يخلص على راحته، راح تتركه ينصب، راح يدخل بعدة مراحل، بعدين راح يوصل معك لهالشاشة هي، راح يقول لك حدد اللغة وتعطي التالي التالي التالي، مثل مثلا الكمبيوتر لما بتكون شاري جديد او اللابتوب او مثلا التليفون لما بتكون شاري جديد، بيعطيك مثلا التالي تحديد اللغة وشوية يعني هيك وشروط والارشادات ومهالامور هيدي، وبيكون عندك هون كمبيوتر جاهز. عملت فيديو انا لو واجهك مشاكل اثناء الفورمات مشان مشكلة MBR وGPT رح حط الرابط اسفل الفيديو، ولو بلزمكن اي شيء عندك اي استفسار اكتب لي بالكومنتات ورح جاوب على الكل ان شاء الله. وإذا عجبك الفيديو حط لايك ولا تنسى تشترك بالقناة، هي قناة كيوتك، والسلام عليكم.